The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. When God allows you to go through a storm, it is not to destroy you. It's to show you who He is on another dimension and level that you've never seen Him move before. Everybody, give God a praise for just a moment. Hallelujah. You thankful?
إذا كنت تحب وجوده فاشكره عليه، اشكره عليه، سبح اسمه. افتح كتابك المقدس معايا على سفر أخبار الأيام أصحاح 4، وبعدها بسرعة هنروح لحزقيال 27. وعاوز أشارك معاكم شيء مختلف، وأعتقد إنها كلمة يمكن لكل الناس اللي بتسمعني النهاردة يقدروا يستخدموها. ما أعرفش أنت إيه، لكن أنا عايز الله يستخدمني. فكروا في أشعياء لما الرب احتاج لشخص فقال له ها أنا ذا أرسلني. عشان كده النهاردة عايز أتكلم معاكم عن إزاي الله يريد أن يستخدمك في اتجاهين. هو عايز يستخدمك، يستخدمك في الكنيسة وفي عائلتك، في عملك وفي الحياة بشكل عام. الاتجاهين اللي عايز أتكلم إن الله بيستخدم الناس فيهم، يمكن تلاقي نفسك إن الله بيستخدمك بصورة رائعة. وأول طريقة موجودة في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 4 وعدد 23، وبيقول كده: كان هناك الخزافون. خلينا كلنا نقول الخزافون. هؤلاء هم الخزافون اللي كانوا يعيشون في نتعيم وجديرة، أقاموا هناك مع الملك لشغلهم. وإذا قريت الآية دي وبيت الأصحاح هتلاقيه بيحط كل الناس، ناس مهمين، ناس أقوياء، أشخاص اللي كانوا بيعملوا أشياء مذهلة، مرئية، ملحوظة، مذهلة، ناس قادرين وليهم تأثير في المجتمع. وفي نهاية هذه الليستة، وأنا بيعجبني أن كلمة الله تلاحظ ببساطة حتى الخزافين، ولاحظ أنهم عاشوا بين النباتات، كانوا في الخلفية، كان ممكن ما تلاحظش وجودهم. يمكن تلاقي بس تشوف القبعة اللي الخزاف كان لابسها وهو مستخبي بين الشجر أو بين النباتات. وبعد كده الآية الثانية اللي عايز أشارك بيها في حزقيال 27: شيوخ جبيل وحكماؤها كانوا فيك قلافوك. وبعد كده بدأ يتحدث عن السفن. غريب أن الكتاب المقدس مفصل جدا، وفي كثير من الأحيان لما نفكر في الأشخاص اللي بيستخدمهم الله نفكر في الأبطال: إبراهيم وإسحاق وشمشون، داود، الجنرال الكبير جدعون، الأقوياء، دبورة وإستير. إستير واحدة، دبورة واحدة، إبراهيم واحد، ما تلاقيش ناس كتيرة زيهم. يثير إيمانهم رهبة لكثيرين، يمكن تجعل إنجازاتهم حياتنا تشعر بأننا مقابلهم شيء صغير جدا. لكن هناك الكثير أيضا من الأبطال الغير معروفين في الخلفية في ظلال الكتاب المقدس. في الحقيقة أنه في كل مرة ترى فيها واحد من أبطال الإيمان، الرجال والنساء اللي ذكرناهم، متواجدين في المقدمة تحت الأضواء، بيعملوا حاجة تؤثر على التاريخ وعلى الشعوب، فإن هناك أشخاص آخرين موجودين في الخلفية أو خلف الستار، وتكون أنت غير مدرك لوجودهم. أنا أشكر الله لأنه يستخدمنا جميعاً لتحقيق مشيئته. وفي النص اللي قريناه في الخزافون المذكورين هنا اللي عاشوا مع الملك، وبدون الخزافين في حاجات كتيرة هتبقى غير متوفرة. كان بيحضر حفلة ضخمة، وكان عايز يجهز هدايا فخمة لناس جاية من جميع أنحاء العالم. لكن الكتاب خد وقت يتكلم عن الخزافين اللي بيستخدموا الطين والمية ويشكلوا الأواني اللي يمكن استخدامها لتقديم الطعام، صنع الأحواض اللي بتحتوي على الشموع لإعطاء ضوء لقصر الملك، كانوا بيصنعوا الأقداح، الكؤوس اللي يصب فيها النبيت. وما كانش يقدر الملك على استضافة الضيوف وتغيير حياتهم بوجوده وسطهم لو لم يكن هناك أشخاص بيقوموا بهذا العمل يمكنهم القيام به بأيديهم. حتى وإن كانوا عايشين بين الأسوار وبين النباتات، لم يكونوا أبداً في غرفة الطعام، لم يكونوا أبداً في القصر،
لم يكونوا أبدا في الأضواء الساطعة، كانوا مجرد خزفين. بعد كده يتحدث عن السفن وبيقول إنهم اللحامون. عارفين إيه اللحامون؟ اللي بيسد الشقوق، عارفين اللي هو المحار اللي بيعمل محارة، الشخص اللي بيقفل الفتحات، يقفل أو يجبس سواء بين الخشب حتى لو كان في مركب علشان ما يدخلش مية. وبيقول الله إن هؤلاء الناس يستحقون الذكر في كلمة الله. كل شخص عند الله هو مهم، والرب بيقول أنا عايز يكون هناك نوعين من الأشخاص دايما موجودين في العائلات والمنازل وفي الكنائس. عايز الفخارين، الفخارين بتوع الفخار اللي يبدأوا في التعامل مع الجيل القادم، مع أطفالنا، مع عائلاتنا، ويضعون أيديهم عليهم. كانت مهمة الفخار إنه يجد الطين، وبمجرد أن يجد الطين يبدأ في تشكيل هذا الطين، ياخد مية ويبتدي في تنعيم الطين ويزيل التجمعات والتكتلات ويضعه على العجلة ويبدأ في العمل ويجعل هذا الطين إناء يمكن استخدامه على مائدة الملك. من هم الفخارين دول؟ الفخارين هم القائمين على خدمة الشباب في الكنيسة، اللي بيرعوا الشباب، وهم أيضا الأمهات والأباء اللي لازالوا يؤمنون في أبنائهم ويثقوا فيهم في مرحلة المراهقة حتى لما يخطئوا مرة ومرة ومرة ومرات كثيرة، لكن تستمر تصلي من أجلهم وتحط إيدك عليهم وتشكلهم وتصيغهم وتصب فيهم وتثق فيهم وتشجعهم، ولا أبدا تفقد ثقتك فيهم وتستمر تحبهم وتقول لهم أنت فريد من نوعك، الله وضع يده على حياتك. دول مدعوون ليكونوا فخارين. فكرت في الناس اللي بيشتغلوا مع الشباب، هم فخاريون فعلا. الأباء والأمهات فخاريون. فكرت في الموسيقيين، لأن الموسيقي بيعمل شيء عظيم. هم الموسيقيين الموهوبين، دول مش عاديين، مش طبيعيين، هم فوق المتوسط. لكن العمل العظيم اللي بيقوم به الموسيقي هو أنه يرى موسيقي آخر ويبدأ في استخدام تلك الطينة ويشكلها ويقول خليني أوريك إزاي تنتقل من الكورد ده للي بعده وتحسن من عزفك. الترنيمة دي استخدم فيها الكورد ده علشان يبقى أفضل. وده اللي عمله معايا شخص لما ما كنتش أقدر أعزف بيانو، لكن في شخص شافني وابتدى يعلمني، شاف فيا الموهبة ورأى أني أستطيع العزف على الساكسفون، وبعد كده عرف أن لدي الموسيقى في داخلي، وقال لي خليني أعلمك بعض الكوردات، وعرض علي 3 كوردات وعلمني ترنيمة واحدة وعزفتها. استمر يشجعني، قال لي خليني أوريك، خليني أعلمك. وده شيء مدهش، إزاي أن احنا نقدر نقيم جيل جديد كامل من المرنمين، جيل جديد كامل من العابدين، جيل آخر كامل من الموسيقيين. يجب أن نفعل هذا، علينا أن نفعل هذا، نحن فخاريين. فكرت في رجال الأعمال، عندهم روح الرئادة الرائعة، مش لازم تكون في واحد من قبيلة يهوذا، لكن ماذا عن رواد الأعمال؟ ماذا عن الأشخاص الذين نجحوا؟ ماذا عن الناس الذين بنوا شركات مدهشة وعندك مئات الموظفين والله عمل أمور عظيمة في حياتك؟ لكن يجب أن تبحث أيضاً، ويمكن في عائلتك الشخصية استخدم هذه الموهبة، ذلك الشيء المدهش. أنت تفكر بطريقة مختلفة، تعرف أشياء ما حدش غيرك يعرفها، تعرف بشكل غريزي أمور معينة، شارك بيها، استخدمها، كن فخاري وصب فيهم من خبرتك واحكي قصتك لهم. وما تنساش أبداً السبب الوحيد اللي جعلك ناجح هو أنك كنت مهتم بالعطاء والعشور وتكرم الله، وهو بدأ يفتح نوافذ السماء ويباركك. هو باركني، هو أحبني. وده مش إعلان تجاري للمال، أنا مش بطلب ومش هنلم عطا حتى، لكن تعطي لما تريد أن تعطي. أقول لك هكذا تشكل أنت الجيل القادم للعظمة، الفخاري. جلب الفخارون الضوء إلى بيت الملك. لم يبدو دور الفخاري مهم، ولكن بدون الفخاري لن يكون هناك حفلة في بيت الملك. وواحد بيقول
مش لازم يكون عندي الأضواء، أنا أعمل خلف الأسوار. أنا مش عايز الحفلة اللي في بيت الملك تنتهي، في ناس كتيرة محتاجة تاكل على مائدة الملك، تاخد الخبز والخمر جسد المسيح. أنا أريد أن هذه الحفلة تستمر. لما توصل لسني أنا مهمنيش حتى إذا كنت أعظ في بعض المؤتمرات الكبيرة، أنا بتلقى دعوات كثيرة، لكن أفضل أني أقدم 3 من الخدام المملوئين بالروح زي جيفن والآخرين، وأفضل أن أرى أنهم يقفوا قدام 20,000 شخص ويعظوا أكثر مني. ليه؟ لأني عملت كده وأشعر بالمزيد من الفرح عندما أراهم هم يفعلون ذلك. هاليلويا. أنا مش عارف أنا رايح فين بالكلام ده، لكن أشعر بأني أريد أن أصرخ الآن. هل يؤمن أحد بالجيل القادم؟ هل يؤمن أحد بأن الله قد وضع يده على الجيل القادم؟ هل يؤمن أي أحد بأن الشباب سيرون رؤى والشيوخ سيحلمون أحلاماً ومعا سنبدأ في عمل أواني شرفية تليق باستخدام السيد الرب؟ إحنا عارفين إن هم هيعملوا أشياء غبية، لكن ما نقدرش أبداً نخسر واحد منهم، وعلشان ما نفقدهمش فيجب أن يكون هناك بعض الأشخاص اللي يجوا هنا يسمعوا الخدمة من القادم ويطلعوا برا يلمسوا حياة هؤلاء الشباب ويغيروا طريقة تفكيرهم، يشكلوا أرواحهم ونفوسهم وطريقة تفكيرهم. يجب على الفخريون أن يدخلوا في حياة الشباب في الجيل القادم، يشكلونهم. الله يبحث عن أباء فخاريين، الله يبحث عن أمهات يصنعوا الفخار، الله يبحث عن حياة الفخاري. يقول الفخاري ما أقدرش أسمح أبداً بأنك تطلع من هنا، خليني أشكلك شوية في النقطة دي، خليني أساعدك شوية. تعرف الأصدقاء دول، خليني بس أبص على تليفونك، اسمح لي أبص في تليفونك. أنت ما عندكش حاجة تخبيها في التليفون مش كده؟ إيه اللي أنت بتعمله هنا؟ أنت تشكل إناء مقدس. بعد كده في حزقيال يبتدي يتكلم عن سفن جميلة، وما عنديش وقت أقرأ، لكن بيقول إنها كانت سفن رائعة جميلة بنوع عليها يخوت، قال إن الشراع يستحق، ثم كانت مصنوعة من المواد، من أفضل المواد من مصر، وكانت ألواح السفينة من أشجار خشب الأرز من لبنان اللي تم استيرادها. جميع هذه السفن الجميلة كان يتحدث عن الكابتن، يتحدث عن القبطان، كان يتحدث عن جميع هؤلاء الناس الهامين الأقوياء، لكن بعد كده لقد عين أيضا اللحامين في قاع السفينة، ما حدش بيشوفهم، هم مش هناك قدام العجلة القيادة بيصنعوا صور إنستغرام، لكنهم في قاع السفينة. هم دول المحارين. عارفين إيه اللي بيعمل محار؟ قالوا لي، أنا ما كنتش أعرف، أنا عمري ما استخدمت الآلة دي، وكنت يعني بحاول بقصارى جهدي أعرف إزاي دي تشتغل، وكنت يعني فاكرها مسدس هضرب بيه، وقالوا لي ما تعملش كده لأنك لو عملت كده أو أدوس عليها لأنها هتبوظ كل لبسك، وطبعاً تشريس هتقتلني. وده اللي مفروض يتعمل، لأنه ما يهمش قد إيه السفينة جميلة، ما يهمش قد إيه جميل الزواج، مش مهم قد إيه البيت جميل، مش مهم قد إيه حياتك جميلة اللي أنت بنيتها، لكن عليك تتعلم أنه يجب أن يكون هناك من يسد الفراغات، لأنهم فهموا أن السفينة جميلة واللي احنا بنيناه شيء جميل جدا، لكن يجب أن يتم الحفاظ عليه وصيانته. عشان كده كان هناك في قاع السفينة، وكل اللي كانوا بيعملوه كانوا يبصوا على أشجار لبنان ويبصوا على الألواح، وكل شوية تبتدي تسرب مية، فيقوموا بلحامها ويغلقوا الفتحات، يقفلوها علشان تمنع التسريب، يغلقون الفتحة، لأنهم فهموا أنه إذا بدأ الماء يدخل إلى السفينة فما يهمش قد إيه السفينة جميلة من الخارج، إذا كان هناك تسريب من الداخل
فإنها مسألة وقت وتغرق السفينة. كان المحارون دول رجال حكماء في السفينة، وقالوا لا، السفينة دي لازم توصل لمكانها، عشان كده يجب أن أوقف هذا التسرب، تسرب الأشياء اللي بتدخل. وده اللي حصل مع نوح. أخبر الله أن يطلي الفلك، دعاه أن يطلي القارب أو الفلك من الخارج والداخل. معنى آخر، أريدك أن تدهنها، أريدك أن تغلقها من الخارج لمنع بعض الأشياء السيئة من الدخول، لكن أيضا أريدك أن تغلقها من الداخل لمنع بعض الأشياء الجميلة أن تخرج من الحياة. يجب أن نقف في ظهر بعضنا البعض، يجب أن لا نجلس ونكون موافقين على اللي الناس بيقولوه برا، يجب أن نكون صادقين في كل كلامنا حتى اللي بنحطه أونلاين. عايز أقول لكم على حاجة، يجب أن تكونوا حذرين فيما تقولون، يجب أن تكونوا حذرين فيما تستمعوا إليهم. البعض منكم عندهم أعداء على الإنستغرام أو على أي من وسائل السوشيال ميديا، يجب أن يكون عندك مسدس زي دوت تقول أنا جميل، أنا أبدو جيد، ما يهمش بيقولوا عني إيه، قد يعيدون ماضية، لكنني سأدهنه، هللويا، وسأقول ليكن الله شاهداً على أنني لا أضطر إلى أن أعطي نفسي لهذا الشيء. ولا تستمع لما يقولونه، ولا تقرأ ما يكتبونه، أنت خليقة جديدة في المسيح، الماضي قد مضى، ادهنه. خلينا نصرخ ونقول أن هذا هو الحق. بص لجنبك وقول له لازم تغلق على ما أعطاك الله في هذه النهضة ولا تفقده. يمكن أنك تفقد العبادة إذا كنت تريد، يمكنك أن تفقد الوعي بالله إذا كنت تريد، أولئك الذين تم لمسهم في هذه النهضة يمكن لهم أن يفقدوها إذا سمحوا بهذا، ستخرج منك إذا سمحت لها. ولكن إذا حصلت على كلمة جيدة وحصلت على بعض الرغبة، يمكنك أن تخبئها في داخلك وتحتفظ بالكلمة التي أعطاك إياها الرب. This program has been sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. We hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin, and thank you for your continued support of this ministry. Your prayers and financial support make these programs possible. For more information about this message and other ministry resources, visit us online at jensenfranklin.tv.